بوريك بالجبنه ده بيبقى حاجه زي السندوتشات. نص كيلو دقيق، انت ضعف الكميه زي ما انت عايزه. نص كيلو دقيق عليه ربع كوبايه من السمنه، ربع كوبايه من اللبن، عليها بيضايه، فانيليا، رشه ملح، معلقه سكر، معلقه خميره، وهنعجن بميه. بسم الله. نص كوبايه من نص كيلو من الدقيق مع المقادير العشان يعني هي 3 كوبايات. نص كيلو بورك بالجبنه، عايز تحشيه العجوه احشيه العجوه. نص كيلو من الدقيق، ربع كوبايه من الايه من لبن البودره، معلقه من الخميره، برده ممكن تحط الخميره دي بالسكر والميه لوحدهم وبعدين تعجني بيهم، معلقه كبيره من السكر، رشه ملح، اقلب دول الاول مع بعضهم. انا بقلب ايه 3 كوبايات دقيق اللي هم نص كيلو عليهم ربع كوبايه من لا مستني لسه ما حطهاش دلوقتي، معلقتين كباب من لبن البودره اللي هو ربع كوبايه، وحطيت رشه ملح ومعلقه سكر، وهحط الفانيليا والبيضه والسمن. دي المقادير بتاعتنا واحده واحده معايا، سهله جدا وبسيطه. 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، رشه الملح، ربع كوبايه من اللبن البودره او معلقتين كبار من اللبن البودره، هحط ربع كوبايه من السمن، ربع كوبايه من السمنه. بسم الله. ربع كوبايه من السمن، بيضه وفانيليا، وهعجن بالميه. عجينه طريه، بصوا طريه خالص كده، لمها بس كده تمام. هحشيها ايه بقى؟ انا هحشيها جبنه قريش، عايزه احط عليها زعتر او شطه او بقدونس زي ما تحبي، او اي حشوه انت عايزاها يعني، ده براحتك. مش هما جبنه قريش، ممكن جبنه بيضه، ممكن جبنه فيتا اللي هي في العلب، اي حاجه انت عايزاها تمام. فانا مثلا هجيب بس ايه طبق طبقنا، حط حته من الجبنه، ومثلا احط لها شويه بقدونس. حط لها نقطة زيت، ممكن تحط زيت زيتون لو عايزة، بس نقطة بس طعمها حلو في الحشوة كده. أو أحط شطة، أو أحط زعتر، أو أي أو شبت اللي أنتوا عايزينه. المهم حشوة الجبنة وخلاص، بإضافات أي حاجة أو حشوة عجوة اللي أنتوا عايزينه. هنفرد ونقطع. يعني ممكن نفردها ونقطعها بالقطعه، ممكن نعملها كده برضو زي ال اهو. حط الجبنه بس خليها رفيعه بقى، يعني خلي العجينه رفيعه، وقفل عليها زي القطايف. ماشي اهي كده. احط لها بقى ادهنها بيض من فوق بالفانيليا، وارش لها ايه حبه البركه وسمسم والحركات اللي انتوا عايزينها دي، او حبه البركه بس او سمسم بس زي ما انتوا عايزين. تمام اهي كده. او افردي وقطعي بقطاعه مدور 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 مدور، وبعدين ابداي ايه احشي. اسمه جزء قطايف، هو بتاع قطايف معروف مشهور قوي، مشهور. هو بلاستيكه كده وبتروح قافله على اختها، موجوده في كل حته كتير كده، ناس كتير مش عارفين بتاعت ايه، وسعرها مش غالي خالص بس لذيذه يعني. كده بيضه وفانيليا. لسه ثواني، بسرعه بسرعه اهو، عشان احط البيضه والفانيليا برضو قدامكم اهو. هي قضت حلوه قوي، يا دوبك حط بيضه فانيليا نص كيلو. بص عملنا كام واحدة؟ لا احنا ممكن نكتر شوية، اعملي كيلو عشان بس ايه ده مش هيكفي حد.
يعني دول هيعملوا حوالي ست، ان طبعا هي عشان تخنت شويه فدول هيعملوا 9 كيلو، النص كيلو يعمل لك 9 حلوين. بيض وفانيليا او زبادي او شويه لبن، اي حاجه لزق بيها اللي هحطه فيها، اللي هو انا هحط هنا عشان اعمل حاجه واحده يعني مش حامله حاجات مختلفه. فهروح حطهم كلهم ايه، حبه البركه على سمسم. زي ما قلت لك لو هتعملي حشوات مختلفه علمي باللي فوق ده،